حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت اللجنة المالية النيابية عن احتمال تأخير التصويت على الموازنة المالية للبلاد حتى نهاية شهر أيار الحالية. أكد عضو اللجنة النائب جمال كوجر وجود عجز في الموازنة ما يتطلب إجراء مناقلة لسد العجز، لافتا إلى إمكانية إلغاء بعض الفقرات في الموازنة. هذا وكان خبراء اقتصاديون انتقدوا في وقت سابق إعلان الحكومة فرضها ضرائب جديدة على السلع والخدمات العامة في موازنة عام 2023 هي الأكبر في تاريخ البلاد بنحو 140 مليار دولار. أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن العراق يتكبد خسائر اقتصادية بسبب تأخر تصدير النفط إلى جهان التركية. وأضافت الوكالة أن العراق بحاجة إلى حل مطالب تركيا المقدرة بمليارات الدولارات قبل استئناف تصدير النفط عبر الميناء التركي، لافتة إلى أن هذا الموضوع يهدد بمزيد من التأخير لاستئناف حوالي نصف مليون برميل من النفط يوميا إلى الأسواق العالمية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية حلول العراق بالمرتبة الأولى من بين الدول المستوردة للأجهزة المنزلية الإيرانية الصنع. وأضافت مديرية الأجهزة المنزلية في الوزارة أن قيمة الصادرات في عام 2022 سجلت 393 مليون دولار، تدفقت بشكل رئيس إلى العراق وأفغانستان وطاجكستان ودول آسيا الوسطى. هذا وكان خبراء اقتصاديون حملوا الأحزاب السياسية في العراق مسؤولية دمار الصناعات لاسيما الدفاعية منها لصالح فتح الباب أمام المنتجات الإيرانية لغزو أسواق العراق. هبطت أسعار النفط بشكل طفيف في جلسة الجمعة مواصلة خسائر الجلستين السابقتين وتتجه صوب انخفاض أسبوعي، إذ أثار ضعف بيانات الاقتصاد الأمريكية وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية أيضا مخاوف بشأن ركود وتباطؤ للطلب على النفط وتراجع الخامان بأكثر من 2% إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية آذار، وسط مخاوف من ركود محتمل ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 6%. وفي خبرنا الأخير، قالت مصادر حكومية يابانية إن مجموعة السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا وفق ما نقلته وكالة كيودو اليابانية. وذكرت بلومبرغ في تقرير لها أن الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا وحلفاء أوكرانيا يفكرون في فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا. وأضاف التقرير أن مسؤولين من دول مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل اجتماع قمة في اليابان الشهر المقبل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.